بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لا بد أن يكون الحج متمشياً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تؤدون مناسككم، وحجوا كما رأيتموني أحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فليس الحج من باب العادات أو أن تفعل مثل تكون إمعة مع الناس، لا بد أن تعرف ما هي أحكام الحج حتى تؤديه على الوجه المشروع، وذلك بأن تقرأ في كتب أهل العلم الموثوقة المختصرات التي تسمى مناسك الحج. وإذا أشكل عليك شيء تسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد أن يتفقه الحاج في أعمال حجه حتى يؤديها على الوجه المشروع، وأن يتعلم ويسأل، وأيضا يمشي مع المسلمين فيعمل مثل ما يعملون على نور وعلى بصيرة. هذا هو الحج، وليس الحج بأن تذهب تسافر كسائر الأسفار تعود إلى أهلك فقط. الحج عبادة، والعبادة لا بد أن تكون على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، مما يؤكد على المسلم أنه قبل أن يباشر السفر إلى الحج أن يقرأ في الكتب النافعة المفيدة المختصرة والمطولة، إذا كان عنده استطاعة ليتفقه في أمور حجه، وإذا كان لا يحسن القراءة أو لا يفهم المعنى، فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المهم أنه لا يحج وهو لا يدري ماذا يعمل، لا بد أن يعرف الأحكام التي تشرع في الحج ولو بصفة مختصرة، حتى يكون على بصيرة، وحتى يكون حجه موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تؤدون المناسك، وأدوها كما رأيتموني أؤديها. هذا هو الحج، مع الإخلاص لله عز وجل في النية والقصد، وأن لا يكون قصد الإنسان طمع الدنيا، بل يكون قصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليكون حجه مبرورا. والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له جزاء إلا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع ودواعيه، والفسق هو المعاصي بجميع أنواعها كبائر أو صغائر. فالمسلم حينما يخرج من الحج هو في عبادة، يتجنب ما يخالفها وما يضادها من المخالفات والمعاصي، لأنه في عبادة من حين يخرج من بيته حاجا إلى أن يرجع إليه، فيحسن تطبيق العبادة على الوجه المشروع حتى يكون حجه مبرورا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، ويكون مأجورا غير آثم. هذا هو الحج على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عمل جليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني سليما من الذنوب،
لأن المولود حين يولد ليس عليه ذنوب. كذلك الحاج هذه ولادة جديدة، إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذه ولادة جديدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.